أسعد الله مساءكم أعزائنا المشاهدين بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في ملحقنا الإخباري لهذه الساعة. كما عودناكم أن نناقش في هذا الملحق القضايا الآنية والمستجدة على الساحة العراقية، منها السياسية وكذلك الخدمية. موضوعنا اليوم هو موضوع جديد وموضوع طرح بشكل معمق وملح على الشارع العراقي خلال اليومين الأخيرين بسبب الأحداث الأخيرة التي مرت بالعراق، الأحداث الأمنية والتي تمثلت باغتيال قائدين كبيرين في الحرس الثوري الإيراني وكذلك في الحشد الشعبي العراقي، أقصد منهم قاسم سليماني وكذلك أبو مهدي المهندس، بضربة جوية استهدفتهما في الشارع المؤدي إلى مطار بغداد الدولي. حقيقة الموضوع هو أنه خرجت أصوات كثيرة من قبل قيادات عسكرية وقيادات سياسية عراقية بضرورة إصدار قرار يتمثل بموضوع إخراج القوات الأمريكية من العراق. حقيقة القوات الأمريكية متواجدة في العراق منذ عام 2003 إلى حد هذا اليوم، وفي السنوات الأخيرة خفضت أعداد تواجدها في العراق بناء على اتفاقية موقعة بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية، بموجبها تواجدت القوات الأمريكية في قواعد محددة داخل العراق وتحظى بكل الامتيازات داخل تلك القواعد، وكذلك هناك أمور تنازلت عنها القوات الأمريكية وحسب تعبيرها، وأيضا هناك أمور توجبت عليها، إلا أنه العمليات الأخيرة عدت من قبل الحكومة العراقية بأنها خر كبير وفادح، وأيضا لاقت الكثير من التنديدات داخل المجتمع العراقي وكذلك الدولي. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور قحطان الخفاجي، المحلل السياسي. دكتور قحطان، مرحبا بك في ملحقنا الإخباري لهذا اليوم. حياك الله أخي العزيز، حيا قناة وحيا المشاهدين الكرام وضيوفك. حياك الله دكتور. يعني تعالت في الساعات الأخيرة وخاصة في 24 ساعة الأخيرة أصوات تطالب بضرورة إقرار قانون يخرج بموجبه القوات أو يخرج بموجبه القوات الأجنبية من العراق وبالأخص القوات الأمريكية. كيف ترى المشهد السياسي العراقي، وهل أن البرلمان بالفعل قادر على إصدار قانون خلال الجلسات القادمة بهذا الخصوص، وربما الحكومة العراقية قادرة على سد هذا الفراغ الذي يمكن أن تتركه القوات الأمريكية؟ تفضل. حياك الله مرة ثانية يا خالد. أنا أتوقع أن الظرف الذي يمر به العراق العصيب وهو ظرف لم يشبه ظرف التاريخ يصعب كثيرا على البرلمان أن يتخذ قرار واضح باتجاه حل أو إنهاء الوجود أو اتفاقية أمنية مشتركة مع أمريكا، ذلك لوجود انقسام كبير في قناعات الأطراف المعنية في موضوع أساسا وفي التعامل معها، وبالتالي نحن حذرنا هذا جزء أساسا سيكون من الفراق أو من الفرقة أو من التقاطعات والتناحرات السياسية التي قد تعقبها خلافات بينية على مستوى استخدام السلاح. إذن لا أتوقع أن البرلمان بمقدوره أن يلتئم بصيغة حقيقية أو أن يتخذ قرار باتجاه إنهاء الاتفاقية الأمنية أو حد وجود الجيش الأمريكي للمنطقة. طيب طيب، بكل اتفاق أمني أو سياسي يكون هناك واجبات وحقوق على الطرفين في توقيع الاتفاقية. إذن إذا كانت هناك اتفاقية أمنية عراقية بين أو أمريكية عراقية بين الطرفين، هل يعطي الحق للقوات الأمريكية بتوجيه ضربات دون علم القوات الأمريكية، خاصة أنها تكون على الأراضي العراقية؟ هل يوجد هذا البند في هذه الاتفاقية حسب؟ ليس هناك بند في هذا الاتفاق بهذا الصراحة، ولكن نعم. هناك في الدباجة ما يشير إلى أن الإدراك مشترك ما بين العراق وأمريكا في الشؤون في الهواجس الأمنية، وهذا يعطي مجال واسع للجانب الامريكي ان يستشعر الهاجس الامني. واحد. اثنين، ان جانب كبير من العمليات العسكريه الان يقوم بها الجانب الامريكي تاتي ضمن اطار ما يسمى التحالف الدولي. نعم. وبالتالي اتوقع ان امريكا تخرج العمليه او الاطراف المؤيده للرئيس الامريكي يخرجون ضمن افعال التحالف الدولي، واحد، او ضمن الادراك المشترك للهاجس الأمني.
وبالتالي هنا المعضلة الكبيرة دائما كنا نحذر أن الاتفاقات أو ما تصدر من أي قرارات لم تكن مدروسة داخل الكبيرة وتحتمل الكثير من التفسيرات والألغام، هنا ستكون مصدر الإشكال في الموقف لدى الأطراف المؤيدة أو الرافضة داخل البرلمان للوجود الأمريكي أو الاتفاقية الأمنية الأمريكية. طيب هناك بعض المصادر السياسية تحدثت وكذلك نوهت بأنه البرلمان العراقي لا يمكن ولن يقوم بتمرير هكذا قانون لا غدا ولا بعد غد، وربما حتى لا يمكنه أبدا إلغاء هذه الاتفاقية بسبب عواقب سياسية واقتصادية وعسكرية. هل الأمر بهكذا الطريقة أو بهكذا صعوبة على البرلمان العراقي؟ هذا العامل السياسي الآخر، هذا عامل سياسي آخر غير الجانب الحدث الذي قبل لحظات القانوني أو ما جاء ببنود. نعم قد تكون المعطيات السياسية تجعل عملية إخراج العراق أو خروج العراق من ما يسمى التحالف الدولي الآن له عواقب كثيرة بالشكل التالي. أولا خروج العراق من التحالف الدولي قد يجعل التحالف الدولي ينظر إلى العراق كجزء أو كطرف من أطراف الهاجس الأمني في المنطقة، وقد يذهب باتجاه جعل العراق إحدى أطراف مصدر القلق الأمني في المنطقة باعتبارها خرج من منظومة الدولية لمكافحة الإرهاب وقد يرجع إلى البند السابع. واحد اثنين، الفراغ التحالف الدولي كواقع حال الآن حتى لو كانت بنتيجة الاعتداء الأمريكي على الجهة العراقية ويعد اعتداء إذا ما ذهب إلى ذلك البرلمان فإنه بالمقابل سيعد هو خروج من أحدى طرفي الصراع واللجوء إلى الطرف الآخر بالصراع، بمعنى أنه سيخرج من التركيبة التنسيقية مع أمريكا ويبقي على حلم التنسيقية المقابلة الأخرى مع الجانب الإيراني، سيما أن هناك اتفاقات مبرمجة بين الطرفين وتعاون مشترك. إذن هذا لازم يكون هناك عملية توازن سياسي، أنا أتحدث الآن بالتوازن الاستراتيجي جيوستراتيجي، وبالتالي أثر هذه المعضلة الأخرى أمام البرلمان كان يتخذ هذا الشيء. الآخر والثالث والأهم من ذلك، أنا في رأيي المتواضع أن الشخوص داخل البرلمان لا يملكون رؤى عميقة ولا يملكون إدراك الواقع، لأن كلهم ذات انتماءات مذهبية طائفية أجت بهم وتنسيقات شخصية وصفقات، وبالتالي الكادر الذي يعد هكذا النقاش لن يرتقي إلى القدرة اللازمة لكي يتخذ قرار بهذا الحجم. طيب إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار يعني وجهة نظر أطراف ربما متحفظة أو ترفض تمرير هكذا قانون بأنه تقول أنه يجب إقرار قانون إخراج القوات الأجنبية بشكل شامل وليس تحديدا القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، هذا يؤدي إلى موضوع إخراج كل عسكري وكل يعني قوات متواجدة على الأراضي العراقية لا تحمل الجنسية العراقية، هل من الممكن تمرير هكذا قانون أو أنه وجهة نظر ربما تكون محترمة وقوية وكذلك ربما تلقى قبولا من أعضاء البرلمان، هل يمكن توجيه أو إقرار هكذا قانون؟ هذا الذي نوهت عليه أو الذي قلت قبل عرض أن عملية إنهاء ترتيبة معينة من التحالف الدولي مع أمريكا يستوجب رؤية واضحة تجاه طرف أخرى في المنطقة، فهناك تركيا لها قوات داخل العراق وهناك إيران لها تنسيقات واسعة بهذا الحجم، وهناك بعض القوى الخارجية الأخرى التي لها تأثير شكل بآخر على الشأن العراقي، هنا بحاجة إلى هكذا قانون. هل قادر البرلمان في هذا الظرف الحرج وفي هذه التقاطعات البينية أن يذهب بهذا الاتجاه؟ الجواب لا، لأنه إذا ما ذهب باتجاه تهجير العلاقة مع أمريكا وإنهاء الاتفاقية هذا بدافع كبير ليتوافق مع أطراف أخرى دولية وإقليمية لا تسمح بأن يتخذ هكذا قرار. إذن هنا ستكون المعضلة، لذلك أتوقع أن التئام البرلمان سيكون عسير لهذا السبب، أي أن البرلماني يعتقدون أن التئامهم يحرج الجميع وبالتالي قد يرجعون إلى عملية عدم إكمال النصاب لهذا الغرض، قد يكون هذا سبب من أسباب المتبادلة فيصار إلى تكملة نصاب، ولكن لا أتوقع الجهات المعنية بالبرلمان يصلون إلى نتيجة في هذا الموضوع العصيب. طيب السيد فالح الفياض القيادي المعروف وذو الثقل الكبير و التأثير السياسي الكبير في بين السياسة العراقيين صرح اليوم بمقولة أنه يقول ننتظر
رد الحكومة العراقية رسميا بشكل موحد على حادثة اغتيال سليماني والمهندس، بعدها يتم التوجه أو التوجيه بموضوع إقرار قانون إخراج القوات الأمريكية. ما الذي ينتظره السيد فالح الفياض من الحكومة العراقية كي يجعله توجه أو يتوجه نحو توجيه يعني أو تأييد موضوع إقرار قانون إخراج القوات الأجنبية؟ بالتأكيد لست أنا على بينة بماذا يفكر وماذا ينتظر بشكل شخصي، ولكن قد كقاعدة عامة قد ينتظر موقف رسمي من قبل الحكومة العراقية لأكثر من موضوع جرت إدانة بهذا العمل. قد ينتظر أنه قد يكون هذا العمل يلحق تصرف معين حيال السفارة أو حيال المتدلماتين لكي تدري الحكومة العراقية في قلق كبير أو في معارضة شديدة واضحة حيال الفعل الذي حصل من قبل القوات الأمريكية. أنا أتوقع الحكومة غير قادرة أن تذهب بهذا الاتجاه، وهذا الرأي قد كمن ينتظر من الصيف في مطر. لا أتوقع الحكومة قادرة أن تذهب أكثر مما قامت به، وبالتالي أيضا الحكومة جزء من المنظومة الخاطئة في العملية السياسية المتقاطعة بين البرلمان الذي اختلف في تفسيراته وفي تفكيره وفي ما قد يذهب إليه، هو أيضا سيختلف في عملية إكمال صيغة معينة ينتظرها المعنيون من الحكومة حيال العمل. إذن هذا كل عملية رمي المسؤولية على الطرف الآخر الأخرى، وجزء من هو جزء من حالة عدم تحسين للذات، وبالتالي هنا الإشكالية الكبرى في الجانب العراقي أن لا جهة معينة مقتنعة بقدراتها الذاتية وليس تملك رؤى منطقية واسعة لتبرير ما تملك من رؤى، وبالتالي سيبقى الأمور متقاطعات سياسية لم تضغي إلى إقرار حالة قانونية سواء بالرفض أو بالتأييد أو ب عملية إيجاد شيء بديل آخر كاتفاقية أو كقرار قانون معين. وصلت الفكرة. المحلل السياسي الدكتور قحطان الخفاجي، كنت معي ضيفا كريما، شكرا جزيلا. حياك الله. إذن أعزائنا المشاهدين، يعني الآراء متعددة، الآراء متضاربة، هناك من يؤيد وهناك من يتحفظ وهناك من يمانع إخراج القوات الأمريكية، خاصة بهذا الوقت الذي تمر به المنطقة ولما لها من تداعيات ربما تكون سياسية واقتصادية. كل عراقي غيور وكل عراقي شريف لا يتمنى أن توجد قوات غير القوات الأمنية العراقية على أرضه، لأن تواجد تلك القوات بكافة جنسياتها لها ضرائب، لها فوائد. بكل تأكيد أنه كل قوات أمريكية كانت أو أوكرانية أو تركية أو أي قوات أخرى موجودة على الأراضي العراقية هي قوات مستفيدة، لها مطامع، لها أيضا ميزات تواجدها في الأراضي العراقية. لكن الوضع العراقي اليوم هو في وضع الخروج من يعني السنين، خرج من حروب وخرج من وضع اقتصادي صعب، وفي طور تكوين أسس جديدة للدولة العراقية الجديدة. هذا الأمر تصبح فيه الدولة العراقية ربما يجب أن تتعاون مع كل الأطراف، لكن تبني مواقف سياسية لجهة معينة ضد جهة معينة في ظل الظروف التي يمر بها العراق هي تضعف من موقف العراق السياسي والاقتصادي وكذلك العسكري. نحن مع خروج القوات الأمريكية سواء كانت تركية سواء كانت أي قوات أخرى، لا نريد غير القوات الأمريكية العراقية على الأرض العراقية، لكن يجب أن تكون خروج تلك القوات بشكل مدروس، لا يترتب عليها يعني تبعات سياسية واقتصادية أو حتى عسكرية بشكل سلبي على العراق. القادة الأحزاب الآن يتوجهون إلى إقرار قانون ربما من شأنه أن يصدر خلال أيام بموضوع إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وبعدها يتم البدء والتنسيق مع القوات الأمريكية بطريقة إخراج تلك القوات من العراق. الحقيقة أنه هناك من أولى التداعيات اليوم حلف الناتو يعلن تعليق مهمات التدريب في العراق عقب الأحداث الأمنية الأخيرة التي حدثت في بغداد. هذه
أيضا ضمن المواقف السلبية وضمن المواقف التي تؤثر بشكل مباشر على موضوع التدريب وتسليح القوات الأمنية العراقية. نتمنى من أساس العراقيين وكذلك القيادات العسكرية العراقية أن يعني يتلافوا هذا الأمر بموضوع التسليح وكذلك التدريب وأخذ يعني مواقف وأخذ مبادرات وأيضا البحث عن بديل وطني ربما يعوض موضوع تدريب القوات الأمنية العراقية لسد النقص وسد هذا الفراغ الذي سوف يتركه مدربو الحلف الناتو في العراق. وإن شاء الله قياداتنا العسكرية وقياداتنا الأمنية هي على أتم الجاهزية وأيضا تمتلك من الكفاءات الكثير لسد هذا الموضوع. أيضا هناك اليوم تصريح لمدير إعلام وزارة الدفاع العراقية السيد أو العميد يحيى رسول يرد على قرار التحالف بتخفيض نشاطاته العسكرية في العراق ويقول أنه القوات الأمنية العراقية كافية وقادرة على سد هذا الفراغ وأيضا قادرة على حماية الأجواء العراقية وكذلك الأراضي العراقية لما تمتلكه من قطعات برية وكذلك سلاح جو كافي لحماية سماء العراق. تمنياتنا بأنه تكون القوات الأمنية العراقية تمنياتنا بأن يكونوا أساس العراقيين على أتم المسؤولية في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة وكذلك الوضع في العراق وإن شاء الله تمر هذه العاصفة بخير على العراق والمنطقة إن شاء الله. إلى هنا هذا ما يسمح به وقتي لملحق لهذا اليوم. ألتقيكم في ملحق آخر إلى ذلك الحين أستودعكم الله.